هي اكلها ناصر. في مشوار على مستشفى رفيق يا والله نازلين حماماتهم من المشوار غير شايفين. كل هذه الضغوط التي تمارس اليوم على الشعب الفلسطيني وتمارس على الحكومة الفلسطينية إنما تهدف إلى نزع المواقف ونزع الأوراق وإسقاط القلاع والحصون وحملنا على التخلي عن ثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني. احنا اعتمادنا على الله اولا، ثم ثقتنا بشعبنا الفلسطيني ثانيا، ثقتنا بهذه الهمم العالية التي عبرتم عنها. ان شاء الله لن نتخلى عن ثوابت الشعب الفلسطيني. نحن في حركة حماس نرفض وندين الاتهامات الباطلة بحق الحركة التي وردت على لسان الناطق باسم الحكومة الأردنية. هذه اتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، لا من قريب ولا من بعيد، ونحن نأسف على الأسلوب الذي لجأت إليه الحكومة الأردنية لتبرير إلغائها الزيارة التي كانت مقررة حتى اللحظة الأخيرة لوزير الخارجية الفلسطيني الدكتور محمود الزهار.